لا هو حسن ولا هو مبارك، لكن له وزن الاول ملك محمد بن اسم مبارك، يعني اسم جميل، لكن كان عدوا للاسلام وعدوا للمسلمين والمسجد الاقصى، وساهم في قتل المسلمين في غزه وفي حصار المسجد الاقصى وفي هذا المسجد الاقصى، واسمه هو مسلم. طيب هذا يعني ليست عبره بالاسماء، فالحاكم المسلم طبعا لو كان الحاكم المسلم لو استطعتم ان تاتوا بحاكم مسلم الى الكلمه اهلا وسهلا هذا ممتاز، لكن هذه ليست القضيه، هذا ليس ما يجعل دار الحرب دار الحرب ودار الاسلام دار الاسلام، لانه ممكن احيانا ان يكون الحاكم مسلما لكنه شرير ومحارب الاسلام. فالعبره ليس بهذا، يعني الهند في هذا حال مصر وتونس وهذه البلاد، بل ان احوال مصر وتونس كانت اسوء من حال الهند في حتى 2010. طيب العبره في قضيه دار الحرب ودار الاسلام هو راي اغلب الفقهاء، هي قضيه ما اسمه من ظهور شعائر الاسلام، ظهور شعائر الاسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهين على قوم يسمع فيه الاذان مثلا، هذا لماذا؟ يعني هذا كان هذه اما غير الاسلام، لماذا؟ لان الشعائر قام الشعائر الاذان الاقامه صلاه الجمعه صلاه العيدين قراءه القران قام الشعائر يعني الزواج يعني الاسلام الختان المساجد، هذه يعني مجموعة آراء والأهل مختلفة عن قضية الشعائر، هذا ما يخرج من الإسلام من عدم الإسلام، يعني الشعائر تقول يعني ستر العورة، يعني أنت يعني المرأة المسلمة ما تعتبره عورة، تستطيع أن تسترها بالذهن أيا كان الوجه الشعر كله، في تركيا لا تستطيع يعني مثلا يعني هذا يجعل تركيا مرحلة، لا هي مسألة نسبية، مسألة خطيرة من هذه، لكن الحقيقة في الهند كل هذه الشعائر والذبح، الذبح في عيد الأضحى، يعني الذبح غير مسموح في كثير من المدن العربية، لابد أن تأخذ شارد القيمة، طبعا يعني تدبير صحي جيد، لكن يعني نتحدث عن كل الشعائر مسموح بها في هذا البلد، مما يجعله مقربا لدار الإسلام، يعني لا نريد هذا الأبيض والأسود، حقيقة الأبيض والأسود نريد أن نتخلص من هذا التفكير الثماني ان الشيء اما الاسلام اما الاخر، نحن اما كذا واما كذا، يعني هذا لا يستوي اما قطع واما ظن، لا هناك درجات من الظن من الوهم الى اليقين، بين الوهم واليقين هناك درجات من الظن او درجات من الظن، بين دار الحرب ودار الاسلام بينهما هناك دور واشكال والوان ودرجات من دار الاسلام، انا ارى هذه هي يعني على درجه من درجات دار الاسلام، لان المسلمون ما شاء الله يعني شعائر الاقامه ويعني المسلمون حتى في المحاكم الشرعيه مسموح بها، يعني هذه ليست مسموحه بها في كل البلاد التي يسكنها غالبيات المسلمه، احيانا الناس يعني لا يلجؤون الى محاكم شرعيه، محاكم مدنيه، يعني بالتالي هي تزوج وتطلق وكذا حسب القانون، ليس يعني حسب الشرع، طبعا القانون مستمد من الشريعه، احيانا يخالف الشريعه، و يعني القانون يحرم كذا مما هو حلال في الشريعه بالعكس، والناس يتحاكمون الى انتم تتحاكمون الى المحاكم الشرعيه، هذا اسلامي، هذا جيد، هذا يعني يمنح الهند يعني درجه اضافيه بونص في قضية دار الإسلام، فعلا صحيح، لأن هناك من الناس في البلاد العربية من لا يستطيع أن يطبق شرع الله في بعض مسائل الميراث أو بعض مسائل الزواج والطلاق، وهذا خطير لكنه موجود، وبالتالي أيها الإخوة هناك درجات، وحين نفكر في الهند لابد أن نفكر في الواقع، والواقع يعني يتعلق بشعائر الإسلام. شعائر الاسلام الحمد لله مقام طبعا تحتاج الى تحسين وتطوير، وهذا هو دور، هذا هو دور، لا بد ان تطوروا وتحسنوا وضع الاسلام حتى يصل الى المثال، لو تصورت انا
الذي يعيش في دار الحرب هنا اخرج الى الشارع روح معين انا اعيش في دار الحرب هذه الروح تختلف عن اذا تصورت اني اعيش في دار الاهل يعني يا اولاد يعني اعداء لكن انا اهل هذه تختلف عن الروح اني اعيش في دار الاسلام انا اعيش في دار يعني اسمها جد اريد منها ان تكون دارا للاسلام وبالتالي قد أراها دار للدعوة مثلا هذه رؤية جيدة أن ترى الهند دار دعوة كان الأخذ من الشارع هذه دار دعوة أدعو الناس كلما أفعله وأقوله من باب الدعوة هذه جيدة هذا جيد هذا يحول الهند إلى دار الإسلام من التوسع الحقيقية إن شاء الله بعد فترة هذا جيد يعني حين أخرج إلى دار الدعوة هذا غير أن أخرج إلى دار الحرب غير أن أخرج إلى دار الأمن أو دار العهد لا بيني وبينهما نعم جيد لكن أيضا دار العهد هو جيد لأننا بيننا هذا العهد الميثاق الوطني أيا كان الدستور وضعه المصريون وضعه الإنجليز أيا كان على حسب هو دستور هو هذا هو الموجود يمكن أن نغيره لكن لابد لتغييره من آلية آلية بوست لا بد من هذه الآلية حتى نغير الدستور هذه الآلية تحتاج إلى عمل سياسي وعمل قانوني وعمل اجتماعي تحتاج إلى دعوة الناس إلى الإسلام وإلى الإغاثة للفقراء والمحتاجين والمرضى تحتاج إلى تعليم إسلامي راقي في هذا المعنى الراقي حتى يخرج عقول هذه العقول يمكن أن تغير في البلد يعني إذا قررتوا أنفسكم بالأقليات الأخرى مثلا الأقلية اليهودية في أمريكا هذه أقلية متميزة تميزا كبيرا وهي أقلية صغيرة لكنها تحكم كأنها تحكم أمريكا يعني هذه الأقلية يقال في الحدود السياسية أقلية متميزة اكسلنت مانورتي هذه اكسلنت مانورتي هذا ما يريد من المسلمين يمكن أن تكون أقلية وتحكم كما فعل السلاطين يعني إذا احتجوا إن شاء الله يعني يحكموها بطريقة أفضل من السلاطين، لأن السلاطين كانوا يعني عندها مشاكل بينهم يعني لابد من الصلاح الحديث. لكن يعني إذا كان يعني أنتم إن شاء الله يعني أقلية لكنها أقلية متميزة. الذين حكموا أمريكا الآن من الأقلية حكموها بالاقتصاد والإعلام و العلم المعلومات وكذا. قوية المسلمون اقتصاديا يمكن ان تؤثروا في البلد يعني كما هو حال الصينيون السجين في باريس مثلا هذا اقليه لكنها اقليه اقتصاديه قويه كما هو حال مثلا الاقباط في مصر الاقباط في مصر حوالي 8% اكثر شيء 10% لكنهم اقتصاديا هم يملكون كل محلات الذهب ومحلات السيجاره هناك اشياء وبالتالي اقتصاديا اقوياء وبالتالي يؤثرون في القرار السياسي هذا طبيعي. أقلية اقتصادية أيضا في الجامعات وفي التعليم هذه أقلية أيضا مهمة. إن شاء الله أوصيكم بهذا الموضوع، اعتبروا هذه دار الإسلام على درجات يعني 50% دار الإسلام. وحاولوا أن تأخذوا من هذه 50% إلى 100% إن شاء الله بعملكم وبجد كان الرجل من الشجع موضوع الاقليات لا استطيع ان اقول في هذا المكان لكن استطيع ان اتناقش واتعلم فارجو ان يعني تاتي ببعض المسائل التي تحتاج الى مناقشه حتى لا تشجع جزاك الله خيرا إذا قرأت الدستور الهندي فهو دستور يعني 80% إسلامي. والله يا أخي هكذا رأيت وأنا أعيش في كندا هكذا رأيت الدستور الكندي وقلت ذلك وبعض الإخوة وبعض الكندي لكن هو في الحقيقة يعني الدستور يوجهه يعني للمواطنين ويمنع من احتكار السلطة ويمنع العنف ويقول إن كندا دولة مسالمة لا تشترك إلا في قواتها في السلام وتسوية بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأن كل أهل دين يتحكموا في زواجهم وما
الارض كلها بلادين، يعني تتزوج في المسجد ثم تسافر معه، وهذا زواج اسلامي ويعطي الامام صلاحيات الزواج. فبالتالي المسلمون يتزوجون حسب الشريعه والمسلمون حسب الشريعه. طب هذا هو الاسلام، الاسلام ان يتزوج المسلمين حسب الشريعه الاسلاميه، لا يتزوجون حسب الشريعه. فاذا كان الدستور يعطي الاقليات الدينيه حقوق التعليم وحقوق الزواج والطلاق والميراث ينقص ينقص ذلك هذه الاشياء التي تفضلت بها، ان يكون الحاكم مسلما صالحا يدعو الى الله ويوظف الدوله لخدمه الاسلام ولتحرير الاقصى، ممتاز. لكن هذا لا يحدث في اي مكان الان، يعني هذا ليس موجودا في اي مكان، وبالتالي نحتاج ان نرقى بالهند لكي تكون هكذا، نرقى بمصر ان شاء الله، نرقى يعني السعوديه، نرقى بهذه البلاد حتى تكون هكذا. والا لا ليس هذا هو الواقع. ان شاء الله الحمد لله تحسن. القضيه الهويه، القضيه الهويه قضيه خطيره، لان المسلمين في الهند عندهم يعني ضعف اقتصادي. هذه التقارير التي معروفه، المسلمون في الهند ضعفاء اقتصاديين، والطريقه لي للتنمية الاقتصادية هي أن تضطرب من البلد، هكذا كان، هكذا كانت أكثر بلاده. والفرق بين البلد فرق ربوي الذي فعله المسلمون في بريطانيا، وأظن أن يكون مثالا، هو أنهم دخلوا في مفاوضات مع حكومة بريطانيا، وقالوا أنه أفضل للاقتصاد أن يباح المرابحة قانونا. مشكلة الهند أن البنك إذا أراد البنك أن يجري معك الرابح الاستثمار، يعني يبقى راس الاستثمار، يعني يقرضك ويكون شريكا، لكن هذا يستهدف، بدل أن يقرضك 100,000 دولار وتعيدها 120، هذا ربا، لكن أن يكون هذه 100,000 دولار أنا شريك بالنصف أو بالـ90% أو 10%، أيا كان، هذا حل، لكن هذا البنك قانونا لا يستحق ذلك، البنك لا يستطيع أن يستثمر، البنك فقط المسلمون في بريطانيا مثلا وفي يعني الدول العربيه طبعا اقنعوا الحكومات ان يكون هناك قانون يبيح للبنك ان يستثمر ان يكون شريكا، ويبيح للبنك ان يؤجر البيت لتملك البيت، يعني رنت تو اون، هو اجر تمتلك رنت تو اون، هذا عقد امريكي، يعني الان اصبح في بريطانيا واصبح في بلاد مختلفه كما هو العهد الاسلامي، ان تؤجر البيت ثم بعد ان تؤجر البيت 20 سنه تمتلك البيت. هذا نوع من المورجج، النوع من القرض، من قرض البيوت، لكنه ليس قرض ربوي، هذا تاجير وكلاء، هذا مثلا عقد جاهز. ما اريد ان اقوله ينبغي ان نجتهد حتى تغير البنوك الهنديه بعض التفاصيل حتى يصبح العقد حلالا، ليس تفصيل كبير، يعني فقط بدلا من ان تعطيني قرض حتى امتلك البيت، يا سيدي اجر لي البيت حتى امتلك البيت، خلاص هذا حلال، القضيه هي البيت ليست قضيه ربا. وبدلا من ان تعطيني المال حتى استثمر في شركه، ادخل معي شريك في شركه، اطلب مالك سيدي، اطلب المال، هذا يمكن ان يكون عن سلوى لديك في هذا، لكن يمكن ان يطلب المال لكن ان يدخل شريكا. فالحد ما رايك، سالتني ما رايك في البنوك الربويه؟ طبعا حرام، ماذا تريدون ان تكون؟ يعني المشتغل في المقاصد تقول لك حلال، هي ليست حلال، هي حرام، لكن المقاصد تقتضي ان نتعامل مع البنوك الربويه نقنع البنك بالعقود الحلال، بل اذا استطعنا نقنع الحكومه بقانون يبيح البنوك الاسلاميه. لا تستطيع الان ان تنشئ بنك اسلامي، هذا غير قانوني، لكن تستطيع في امريكا، امريكا في بعض الولايات اباح القانون، اباح بنك اسلامي والاستثمارات مليارات، يعني في بريطانيا الان الاستثمار الاسلامي 30 مليار استرليني، 30 مليار استرليني استثمارات اسلاميه في بريطانيا، والانجليز يعني اثرياء حقيقه، لانه يعني ليست مساله يعني كنت اتحاور مع احد الناس
بنك اتش اس بي سي. فقال لي ماذا تريد؟ لا تريد فائده؟ لا خلاص فائده انا اخذ فائده سيء يعني ودي 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 يعني لكن هذه ليست هذا لا هناك بنوك اسلاميه صفر البنك الاسلامي الالماني اتش اس بي سي بنك امان وهكذا فيمكن ان نغير الواقع طبعا البنوك الربويه طبعا حرام ولكن يعني ضروره اذا كان الانسان يشارك في البنك طبعا ضروره تطبق القضيه سبقا لذكر في قضيه تشارك البنك كما تشارك البنك لكن الشاهد هو اننا ينبغي ان نغير حتى تكون تسمح بعقود اسلاميه وبالتالي احوال المسلمين تتحسن يستطيع المسلم التاجر ان ياخذ قرضا ويعمل يعني عقدا وشركا ويصنع عماله رخيصه من الموارد الموجوده ممتاز المسكون رايت المسلمين مثلا في كيرلا زرت كيرلا اقتصاد رفيع المسلمون يعني نظرا الى الاخ بس كده اشتركوا بالمرة بعد ان ياخذ الكتاب اصنعه هنا عمر طيب يعني ولكنهم يشترونه منا فيمكن للمسلمين ان ياخذوا يستغلوا الواقع الاقتصادي الجيد للهند للتنميه هذه لا بد ان يكون هاجس لكن الخلط بكده يعني بعض ممن هو يحب التجاره كده يدخلوا في القضيه ويذهبوا الى البنوك والبنوك تريد مصلحتها كنت سوف تغير مورجج ولا مورجج ولا كلمه جراند تو بول لكن سوف تاتي بألف شخص يشترون بيوتك البنك يحب هذا البنك سوف يعني يقبل هذا لماذا لا؟ لماذا لا؟ هذا عقد جائز عندنا جائز عندهم وسوف ياتي من المسلمين الناس يشترون بيوتك اهلا وسهلا البنك مليونها وهذا يحسن الحال الاسلامي يعني الانسان يشترى بيتا واسعا كان غنيا يعني كان افضل بتجارته وبصفته هناك مداخلات اخرى للحزب الاسلامي فعلا اعطى مصادر على الكتاب في الشهر